دكتور إبراهيم الإبراشي، أستاذ ورئيس قسم أمراض البطنة، كلية الطب جامعة القاهرة. هنتكلم على انخفاض السكر، مستوى السكر في الدم في مرضى النوع الثاني من مرضى السكر. كل طبيب وكل مريض مصاب بمرض السكر أهم حاجة عنده ما يحصلوش انخفاض في مستوى السكر بالدم، هي حاجة مقلقة سواء للطبيب أو المريض. أسباب انخفاض السكر بيبقى عدم توافق ما بين جرعة العلاج والنظام الغذائي أو الحركة العضلية، أو إنه بيفوت أو بيسقط وجبة من الوجبات تؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم. انخفاض مستوى السكر في الدم له أعراض، ولابد إن الطبيب يعلم المريض كيفية إحساسه بانخفاض مستوى السكر عشان يتفاعل مباشرة عشان يوقف المستوى الانخفاض المتجه إلى أسفل. أولهم إن يكون فيه رعشة في الأطراف، برودة شديدة، عرق سائع، ضربات السرعة في ضربات القلب، كلها تدي فرصة أو إحساس بانخفاض مستوى السكر في الدم. لابد ان المريض اما يقدر يحلل بسرعه مستوى سكره، لو كان اقل من 70 لابد ان ياخذ سكريات مباشره، او ان هو كانش فيه فرصه لاجراء التحليل يتفاعل معها كانها مستوى انخفاض مستوى السكر وياخذ اي سكريات او نشويات عشان يمنع مستوى انخفاض السكر المتكرر. ودائما بنقول للمريض ان نظام الغذاء ونظام الحركه العضليه والوجبات لابد ان تكون منتظمه مع مراعاتها بصفه منتظمه عشان ما يحصلش عدم توافق ما بين جرعه العلاج اللي بياخدها المريض وسواء المجهود العضلي او النظام الغذائي، او ان يكون فيه في وجبه من الوجبات تسقط منه تؤدي الى انخفاض مستوى السكر في الدم.